اذا حنا دائما تنتبعوا الاحداث، والاحداث الاخيره غير مشرفه بالنسبه لبلد ديمقراطي، بلد يعني حضاري. وقوع مشاكل في سيارات الاجره ما بين السائقين ديال سيارات الاجره مع بزوغ واحد النوع جديد من السيارات ديال الاجره، مشاكل كذلك ستوقع ما بين الزبناء والسائقين وحتى السائقين بيناتهم. بغينا على اثر هذه الحوادث هذه نتعرفوا من جديد على القانون اللي سيأثر سيارات أجرة هنا في المغرب. أستاذة خديجة روكاني، صباح الخير سميرة، صباح الخير جميع المشاهدات والمشاهدين. فعلا كيف ما قلتي هذا القطاع يعني ديال النقل أو ديال بالخصوص هذه الطاكسيات الصغار والكبار، فعلا ما كيعرفش واحد تنظيم محكم، وكاين واحد النقص في القوانين. هذا الشيء هو اللي كيخلي يعني كاين عدة جهات كتشكى، لا المهنيين في حد ذاتهم وهاد السائقين والنقابات ديالهم، ولا الزبائن يعني حتى هما كيتشكاو من نوع ديال الخدمات، من الطريقه ديال التعامل، من عدم الشفافيه في الاحتساب ديال الثمن ديال هذاك الرفض ديال الرحله ولا الرفض ديالهم، انهم ينقلوا اشخاص لمناطق مثلا معينه، او مثلا يوقف حدا واحد المحطه ديال القطار او هذا، وخصو ياخذ واحد المجموعه ديال الناس في نفس الوجهه، وكيتخلص يعني بشكل مضاعف يعني من عوض انه ياخذ نعم واحد ثلاثه ديال المسافرين، ثلاثه ديال الناس اللي غادي يتنقلوا وغادي تخلص مره واحده، مثلا يفضل ان ياخذ ثلاثه كل واحد بوحده باش ان يعني كيكون الربح اكبر. صحيح هو ان كاين هذا النوع ديال المشاكل، وكذلك كنشوفوا يعني حتى واحد الخرق ديال القانون السير، لدرجه ان معروف واحد النوع ديال الطاكسيات يعني اللي ما كيحترمش قانون السير ولو كيشبهوه يعني بواحد النوع ديال سائقي ديال الطاكسيات، وفعلا هذا الشيء يعني لا يشرف، وخص يولي عندنا واحد التنظيم محكم لهذا الشيء. استاذة خديجة الركان، هذه غير صدفة لبست الحمر اليوم ياك؟ لا صدفة صافي، غير باش نستروا عليها. لا فعلا صدفة، ما كنقصد بها حتى واضح. حيت لا كنتي لابسة الحمر هودا لابسة البيض. لا لا، هي مشكلة يعني مع الطاكسيات أي لون كاين، لكن الحمر والبيض صافي. لا هذه غير بالصدفة، بالعكس كنشكرهم وكنوجهلهم تحية كلهم المهنيين طبعا، اللي كنشتغل معاهم يعني، وكيدير واحد النوع ديال الحركية، واحد النوع ديال المتعه ايضا الناس اللي كيستمعوا للاذاعات. كاينين الناس منهم تبارك الله مثقفين، يعني هذاك لو تراجي معاهم تيكون متعه وافاده ما شاء الله عليهم. ولكن ثاني كيكون العكس، يا اما مثلا كيفرض عليك واحد النوع ديال النقاشات، واما كيفرض عليك واحد النوع ديال الموسيقى، واما كيدخل مثلا ينتقد واحد اللباس معين، والحال ان انت لابسه شبيه داك هذا وكيدوز لك بهذه الطريقه. على اي كان كاين هذا النوع ديال المشاكل في التنظيم ديال هذا الشيء. هو كيفاش كيشتغل هذا النظام يعني ديال الطاكسيات بالخصوص؟ حنا كنهضروا على هذه السيارات ديال الاجره، هذه الصغيره ولا الاخرى اللي كتكون كبيره. طبعا الاخرين كيشتغلوا داخل المدينه، الاخرين كاين النوع الاخر ممكن يشتغل خارج المدينه او في واحد الخط معروف الى غير ذلك. هو انهم كيشتغلوا طبعا خصو يكون عنده السائق، خصو يكون محترف، يكون مهني، كيكون عنده واحد النوع ديال الرخصه ديال السياقه اللي كتسمى بيرمي دو كونفيونس، كيتعطاه ليه طبعا، ماشي ما كيتعطاش بسهوله، ماشي غير هكا كسموه كونفيونس. طبعا طبعا وما كيتعطاش بسهوله، وكاين ايضا كيشتغلوا بهذا النظام ديال لي زاغريمون ديال الكريمات اللي وطبعا حتى السياره خاص يكون الشكل ديالها لائق، الهندام ديال السائق حتى هو يكون في وضعيه جيده. ولكن للاسف راه شفتي سميره، ماشي كاع السيارات كيكونوا في وضعيه جيده للأسف. وماشي جميع السائقين يعني كيكونوا في واحد كيكونوا يعني كيعتنيوا بنفوسهم وكيكونوا بواحد المظهر اللي جيد، عكس مثلا بعض الدول كيف ما كنشوفوا في امريكا ولا في اوروبا. يعني ما يمكنش تميزي ما بين واحد اللي عنده مسؤولية كبيرة داخل البلاد، أو مثلا واحد اللي في واحد المستوى يعني لربما وضعية مادية كبيرة، لربما أستاذة خديجة الروكاني، لأن هاد السائقين ديال الأجرة هما ما لاقينش الاهتمام اللي خاصهم، ولا ما عندهمش الدخل كافي ولا شي حاجة. سميرة حنا قلنا بأن هذا القطاع هذا خصو تنظيم، وهذا الشيء علاش الدولة دارت واحد المبادرة من سنة 2014 أن يعني باش تشجع أصحاب ديال هاد أصحاب الطاكسيات أنهم يغيروا السيارات ديالهم مقابل يعني واحد
واحد المنحه كتعطاهم واحد المساعده ديال 80000 درهم. على اين سميره باش نرجعوا المساله ديال المأذونيات، كنا معروف في المغرب كيفاش كتعطى هاد المساله ديال المأذونيه، واللي هي ماشي كتشرى ولكن كتعطى كواحد النوع ديال الهديه، وممكن ان صاحب هذيك المأذونيه كيكريها وكتورث، ممكن انه كيتصرف فيها من بعد، وكيجي الشخص اللي كيبغي يكري هذيك المأذونيه، كيبغي يكري هذيك لاغريمون، كيعانيو من مشكل اخر. شنو هو؟ هو اللي كيسميوه بالدارجه الحلاوه. كل واحد شحال كيطلب؟ كاين اللي كيطلب 50000 درهم، كاين اللي 80000 درهم، كاين اللي 30000 درهم. وما كاينش تاثير قانوني لهذا، ما كاينش تاثير قانوني لها، ولكن اللي دارت السلطه والمصالح ديال العمالات والولايه هو ان نجزات واحد العقد نموذجي ديال هذا الكراء ديال هذا النوع هذا، وفي واحد الشروط خاصه. اذا الى قبل هذاك اللي غيكري شي شروط اخرى، يعني خارج اطار هذاك العقد، ديك الساعه هو كيتحمل مسؤوليته، ما يمكنش يعتبر. ولكن الواقع كيلقاو راسهم هاد الناس اللي كيكريو هاد المأذونيات، هاد السائقين، امام اكراه ديال قبول، يعني بعض الشروط خاصه ديال صاحب لاغريمون الماديه اللي كتكون طالبه. واخا استاذه خديجه روكاني، مؤخرا خرجوا انواع اخرى ديال التاكسيات تنشوفوهم في السوق، واش حتى هما تيخضعوا لنفس القانون؟ واش هما عندهم ديزاغريمون؟ اشنو واقع يعني؟ هاد النوع ديال التاكسيات اللي ولاو جداد، واللي هما في الحقيقه خلقوا واحد مشكل كبير ما بين هالتاكسيات اللي عندهم الرخصه، ماشي بالنسبه للزبناء، لان الزبناء لقاو راسهم في هذه التاكسيات. كاين فرق، لان كاين واحد النوع من المنافسه، كاين هاد المهنيين، هاد اصحاب التاكسيات، وكاين هاد الانواع ديال الشركات ديال النقل اللي ولات جديده، واللي هي شركات ماشي مغربيه، كاين مغربيه وكاين عالميه. تماما، كاين اللي من الشرق الاوسط ايضا، كاين اللي من امريكا. صحيح. كتجي كتفتح واحد الفروع ديالها هنايا في المغرب. غير هو مطروح مشكلة سميرة، مشكل كبير، لأن ملي وقعت هذا النوع ديال المنافسة، صحيح أن الخدمات متميزة، كاين واحد النوع من السرعة، ما كيحسبش عليك التراجي فاش كيبغي يجي عندك، تقريبا ثمن تقريبا يعني ربما يعني نفس الثمن، السيارة في وضعية جيدة، سائق محترف، كتصلي به، لان كدير واحد لابليكاسيون، يعني واحد تحميل كديرو في واحد التطبيق، يعني هادشي كلشي مزيان للمستهلك ديالك، كتعرفيه فاش كان جاي ليتينيغيغ اللي كياخذو، تيبلغك بميساج ها هو فين وصل، شحال باقي ليه، وكيعطيك سميتو، كيعطيك الاسم ديالو، والماتريكول ديال السياره، والنوع ديال السياره، الى غير ذلك، وبعض المرات حتى اللون ديالها، باش مزيانه مزيانه الحقيقه، وعندك الحق تختاري حتى النوع يعني ديال السياره، ممكن تختاري انت، ممكن تطلبي منه انه يخدم مثلا لاكليم والتكييف، ولا لا، ربما نوع الموسيقى، ربما واحد العديد من الامور. فين كاين المشكل؟ المشكل هو ان وقعت واحد النوع ديال المنافسه، نضوا النقابات وكذلك هاد المهنيين تيحتجوا، وصلوا انهم كيديروا وقفات احتجاجيه، وصلوا انهم داروا بلاغات، داروا بيانات الى غير ذلك. خرج بلاغ مثلا ديال الولايه مثلا هنا في الدار البيضاء، اللي كتقول بان هذيك الشركه غير مرخص لها من اجل ممارسه هذا النشاط يعني في المغرب. استاذه خديجه روكاني، اللي تهمنا في الامر حنايا كمشاهدين وكزبناء، واش الزبون الا طلع في هذا التاكسي اللي دابا كاين في الدار البيضاء مثلا، واش عنده نفس الحقوق الا طلع في تاكسي احمر ولا ابيض ولا في لون اخر؟ يعني واش مؤمن؟ واش عنده نفس الحقوق قانونيا؟ هو واحد النوع ديال الحقوق كاينه عند هذا النوع ديال السيارات ديال الاجره اكثر من الاخر. مثلا الراحه، لا مثلا كاين الراحه، كاين واحد المجموعه ديال الشروط اللي ما كاينش عندهم. ولكن انا عرفتك علاش كتكملي، هذيك الثقه اللي تكلمنا عليها. لا هو لا هو ثقه، لان راه هو عنده بيرمي دو كونفيونس، لا كيشغلوا سائقين مهنيين. ولكن اشنو الفرق؟ تأمين. انا السائق يجيب سيارته، وكاينين الكثير من هاد السائقين اللي كيكون كاري ديك السياره، كاريها من عند شركه ديال تاجير السيارات. هنا فين كاينه المشاكل. وباش نتاكدوا حنا كزبناء بانها كاريها ولا ما كاريهاش؟ لا دابا راه جوستومون حنا ما كندخلوش في هذا الشيء، لان كنكونوا باغيين واحد النوع ديال الخدمه انا نوصلوا، ما يزيدش عنا في الثمن، يكون لو كونفور، نكونوا مامنين على الدور ديال السلطات. اذا الحق في الامان. وكاين السؤال اللي كيطرحها سميره، وان هذه الشركه ملي كتجي مثلا كتبغي تفتح فرع، راه كتفتحوا قانونيا. دابا كيف يعقل اننا كنسمعوا من بعد بان ما عندهاش الرخصه؟ الا كان ما عندهاش الرخصه اصلا، علاش كتدور في المدينه؟ علاش كتدور ولاش كتفتح
دابا الولايه كتقول لك بان رفعت دعوه ضدهم لان وقعت احداث. هاد المهنيين اعترضوا السبيل ديال بعض السائقين مساله اللي مخالفه للقانون. إلا كنا بدولة القانون لا كانت طبعا كان اعتراض ديال سبي سيدة وربما كان الكسر حسب يعني في وسائل الإعلام حسب ما يروج في وسائل الإعلام. حنا ما متأكدينش كنقلوا هاد الرواية ولكن مسألة ماشي حضارية ديال أن نجيو نحبس الطريق ونوقفوا السيارات ويتم الاعتداء على هذيك السائقة. مسألة ماشي حضارية مخالفة للقانون تماما وهذه جريمة كيعقب على القانون جريمه يعاقب عليها القانون وجريمه تمييز كذلك. لان كاين نقابات خاصها دير شغلاتها وهي راه دايره شغلاتها وخدمات وراه راسلات يعني رئيس الحكومه راسلات الوزاره الوصيه راسلات السلطات الاخرى. انا بان لي ما كاينش وضوح في الامور هذه طبعا ما كاينش وضوح ولكن كيبقى الاشكال فين كيبقى الاشكال وخصنا نعاودوا نرجعوا نناقشوا هذا الموضوع لان كثير من الناس كيستعملوا هذيك السياره حتى الاقرباء ديالنا. هو التامين لان معروف بان السيارات ديال الاجره عندها واحد التامين خاص. هذا هو الخطير بالنسبه للزبناء. عندها واحد التامين خاص باش داك المسافر اللي كيكون معاها الا وقع مشكل ولا حادثه كيكون مؤمن وممكن انه يتابع سياره الاجره او السياره الاخرى ولا هذيك الناقله الاخرى الفييكول الاخر اللي وقعت معها يعني الحادثه وكيكون مؤمن 100% كياخذ تعويض. شنو ما كاينش تامين في السيارات؟ لان لم يرتكب اي خطا اللي ساهم في هذيك الحادث. واضح. ماشي بحال واحد اللي غادي كيسوق ودار حادثه مع شي هذا. بالنسبه لهذوك السيارات الا كان انا كنمشي غير بالمنطق مثلا ديال السلطه اللي كتقول بان ما عندهمش الترخيص. الا كان ما عندوش ترخيص معنى ان ما غاديش ياخذ التامين ديال السياره اللي كتنقل المسافرين ما غتكونش عنده. اذا لما كانش عنده ذاك النوع ديال التامين بمعنى ان هذاك اللي راكب معاه غير مؤمن. ايوا هذا الشيء غير مؤمن. خديجه لا حنا كنوضعوا علامات استفهام لا ما كاينش وضوح يا سميره. هذاك الشيء علاش تنقترح عليك استاذه خديجه الروكاني خاصنا ضروري نعيطوا هذه دعوه لواحد من جمعيه ديال المهنيين ديال سائقي سيارات الاجره يجي يتكلم لنا وبوضوح على هذا الشيء لان لحد الان باقي ما وضحش لينا. ونصحوا حتى السلطه المعنيه ايضا انها تجي وتوضح لان الكثير من الزمن دابا كاينه مئات السيارات من هذا النوع في المغرب باقي ما فهمتش وكاينين يعني ربما عشرات الالاف ديال الناس اللي كيستعملوا هذا النوع منهم ولادنا وخوتنا وحبابنا ومواتنا وبواتنا من ضمنهم ولادنا لان كنعاود ناكد يعني ان التامين في السيارات ديال الاجره هو تامين خاص. ملي ما كتكونش الرخصه ما غيكونش هذا النوع ديال التامين. ملي كتكون هذيك السياره مكريه من عند المحل اللي كيكرو منه السيارات راه معروف علاش مديور التامير ماشي باش نديرو التجاره ونقلو المسافرين. اذا كتبقى العديد من الامور اللي ماشي واضحه نعاودوا نرجعوا لها سميره باش بحضور واحد من نبحثوا عن الوضوح ونحاولوا نلامسوا الحقيقه في هذا الشيء كامل. والوضوح هو اللي تنقلبوا عليه دائما في صباحيه دوزان. شكرا لك استاذه خديجه الروكاني. الى الملتقى لحظه غادي نمشيو نتعرفوا على الجديد في عالم لي كانابي ولي تيشيرت كانابي مع هدى جنان. بقوا معنا.